بيت وشغل وسيارة عشوائي، تفتح لي حساب بالبنك وبعد ما استعمله تأمين على الأضرار الجسدية والمادية للمدح. وين المشكلة؟ أنت ليه مضايقة؟ بالنتيجة هي وجوز رنا، أختي اللي ما إلي غيرها واللي عم بعمل كل شيء كرمالها. لك مني ضد أنك تساعدها، بس ما بحب حدا يضحك علينا ويستغلنا. مين عم يستغلنا؟ جهاد، إذا بتريد ليه ما عم تفهمني؟ عم جرب، صدقيني. عم توثق فيه بسرعة، بسرعة كثير كبيرة. أنت بتعرفه شيء؟ أنت يلي بتعرفي، ورغم هيك سكتتي، مشان هيك عم حاول أتعرف عليه. جهاد لمار، سألتك من قبل شو بتعرفي عنه، ما رضيتي تخبريني. وأساسا ما خبرتيني إنك بتعرفيه من قبل، وهلا جاي عم تقولي لي إنه عم بكذب، كثير منيح. هاتي لشوف، شو بتعرفي عنه؟ وأنا بوعدك إني بكبه بالشارع هلا. ما بعرف شيء. أنت مو اللي بيناسبك.